بنها بكتير صارك جات، يلا خلاص على حالك. حكمي لي عندك دور خلص عنك، لا تنسي الفاكتيرة. طرحي عندك في الدور خلص. الو الو بابو، كورانك طا كورانك طا الدور يرجع لك حالك. سددوا فاتورة الكهرباء سوميلك مع بنكيلي، أول بنك محمول في موريتانيا. بابا بابا كوراج، طيب فكتير هيا تخلصها. فكتير مليانة خلصة. بنكيلي بنكي فيدي. لأول مرة في موريتانيا منتجات عالمية بآيات وطنية وبألذ طعم، إنه إبداع البراق. هنا ينجز كل شيء، مصنع مجهز بأحدث تقنيات ليوفر لكم من حبات البندق الفاخر وأجود أنواع الفول السوداني بآيات وطنية خالصة وبخبرة عريقة وإبداعات راقية من خبراء دوليين، أجود أنواع الشوكولا بنكهات متنوعة ولذيذة. أميرة شوكو ودور شوكو متوفرتين بأحجام مختلفة في كل المحلات وبأسعار مناسبة. الممثل الوحيد سوماكوم. منتجات البراق، منتجاتنا هي الأفضل. هل علينا رمضان فرح القلب حين راى شهر التوبة والإحسان يجاب فيه من دعا. هل علينا رمضان فرح القلب حين راى شهر التوبة والإحسان يجاب فيه من دعا. نرحم اللي عاني ونقرأ قراني ولا ننسى اللي بغاني واللي رباني. نعطي للي عاني ونقرأ قراني ولا ننسى اللي بغاني واللي رباني. وأي لقاي ماشي يا وتمشي بالمسابق بهلي اللي يكون الدور وتخاصة موجودة عندك. والله رحلة جماعية معناها انها وتا مكيفة وتا مضبوطة ومن النوع اللي تدور انت لا هي تمشي فيها مالك معجون ولا مدقدقين سيقاتك ولا فيك رقبة. من تعود الدور اللي بيسات فيه مكيف مضبوط يمشي بيك في الوقت ويجيبك في الوقت. انت ما لك تتخمم مع التضامن تلكم لهاي حزمك شيء. التضامن تلكم الشبكة الأكثر انتشاراً والأجدر بثقتكم. التضامن تلكم ترافقك في كل ربوع الوطن في المدن والقرى وحتى الأرياف. معنا تحول الأموال وتستلمها بسرعة وبأمان. التضامن تلكم خيارك الأفضل. التضامن تلكم الوطن بين يديك. لاباس الحمد لله. شو ما سنتي يا خير؟ والله يا خالتي يكون بيا الوحلة. ما انا لا ما تتفهم راه جيتي ليه عندي مطعم هون توليت اداره سوق برطوقع الخلق مفوض بين نقول لك الخير. والله والله يا قلب بعد لا بغى يظهر ان شاء الله. السلام عليكم. واحد نجي على الشقر واحد يجي. السلام عليكم. عيطيني والله ما انا مقع واحد قاع لا تقول قاع ما عندهم قاع علاقه بالمطعم قاع ولا شيء سو شنو لا يجوقوا بالناس ليك ما ليش من البطاشه وسو يجي هاد الحاجه اللي طريق من كرف هو طريق وتري ميت ولا خوتي شنو هذا وجهه قالوا على في الشارع. انت عيطتي لي انا من الديبه باش نعم طمانا ما ماشي قال لي انك عيطتي لي عيطت لك تفضلي. والله انا هو المسؤول هو اللي جراهم راه اللي نغماتي انت انا هي اللي المسؤوله راك انت هي الخير وحدك ولا نسيت محمد اداره المطعم. انت ما تقدري تعودي مسؤوله كاع في شيء بيلي نوعك من الزلفات فانت كتات نعرفوه ما تقدري تعودي مسؤوله في شيء. لا بده يظهر لك ان شاء الله يظهر لي انا هي المسؤوله حقنا
انا مالي هو اللي مسؤول عن المطعم ومعايا شردة كوزنية. انا اللي توليت المطعم واللي تم تسمع كلمتي وذا اللي يقولك هو اللي له يتعدل. حلو صوتي تقولوا الراسة وبلقوا هو لا. هو مولي بلقون صفر اللي معاك صفر اللي معايا منهم. سلام عليكم. اشتغل معاك. سلام عليكم. هذا تشاير الليدين وهذا تكركين تيه ما بقيدي تسيريش ولا بقيدي تحديش اقدر يا الله سمعتي ولا بقيدي تكوماديش اللي قلت عدي لابنية ولا خبزة اللي اخبستيها ولا اللي قام معدك اللي قاش مشاف في الدز ولي صالحة. والله سمعتي. والله لو اخذتك انت من المطعم انا عم قديت واخذني لي راسي. ها اتكلم بالشو. والله انا اتكلم بالشو عندك اكو ناقصي. والله ما اتكلم بالشو وعندك عني انا خبره 30 سنه معدل المطعم ومجاريه وعارف الناس يجي من كل صوبي ومكان الخارج يطلب مخدماتي والداخل يطلب قول امسني لتردي عريس قال انه ما يطلب مطعم يا ظهري الودانه خادم ليك وفا ما اسمه خالد من الله يوفيك خالد اللي يقول لك انا ولي يتعدل حتى تي دوري تتعبي لي عندكم اطمئني بيها حتى انت دورت تستقم وتم بعد الكوماندات وباقتهم وتلتزم بالوقت وتهمي على الشغله والله لي تصيب منها والله ما نلتزم شيء والله ما صيب لي اقع واضح يا سويدي محمد اللي جاني خدايا الدواء خصت سمعتي نقول هالكلام لا واضح شوف تقول انت بتعرف شنو اللي يجرون قاعد في المطعم ليه تم انت وطفلت ميرانجو كرم وتصب له وتعدل حياته وتشوفوا قد سوات مباريز اللي ده لو خرج عم يصلح لكم. يجيب انا واحدة اخرين عدوش. هذا عاد ما اسمه كرامت. اوليس هنا. انا ما قلت مرة نشيت. لا وش ما. تسمك الله. مديرة. ما يقالك المدير. يقال لك فنانة والله قلت فاقه. سمعي لا يقول لي. انا حد الحق كرامتي الحقي. انا كي نطير من الكف. والنوع ما يجيني. لا قال سادر عقبال الليالي فلانك ملك دفت شف شف دك وزنية شف دك وزنية شف دك وزنية شف دك وزنية يقلك ما كبرك يا طيش الخلية يا طي عديد طي عديد طي عديد طي عديد وانا اتوش علي قابل انقم من ابكي انا مو بقرضي شو انا قلت رقبتي ما قلت لك بنا نيا نيا ولا قص شو خليك ان شاء الله شو تطعنا قالي لي لا تنهار قد تخبطني قلت لي انا انطحق قال شيف فيتني ضارك انا ما وقرضي اسمح لي حتى انا اللي اسمح لي ماني مع قاصدها اسمح لي انا خلعتني انا ليش هيك لين نقول لك نحن جاتنا قاره قاره وتوفق مني واحد بطلون ما انا جاتنا واحده قالت علينا هي اللي عاد شيخة المطعم شفت اللي هي شايته قال انه شيخ المطعم جاتني والله هي الشيخه الجديده هي قطع انا سمعت نهارات المرده انا لا تفهم دار السويدي محمد فهم ويا ولد بويا يكون شحوره قالت لي هي عينيها تبلصم ها قالت لي الان قد توين فجره هي عندي عنها قنبوله جاي ايش داك دوان اعرفه اللي انا ها لي شيء انا دوت نطرح اخر غالي لا عاد تو ذا فوضى ستوك ما تري فيه شويه ثاني شيء سوشن شي قال لي دوري كوماند حق تو شيف لا تقولي تو شيف اللي ذا قاع مور بس ساعه يقول ايه ترى مراسك انت شنو؟ ما سمعتها انت شنو؟ اني ليت جاي دوري كوماند بسم الله ما دوري كوماند لو خرب ما مبين معك الباب معك والله نقول هذاك شيء ترفع المجير حالي انت قال له شنو؟ انا اللي قلت عليكم هون بهذا المطعم ما سمعتي انا اللي قلت عليكم هون حق الله انت يا اخي علينا هون انت معك انت نائبة المجير حق بقى وش هامك؟ انك تنضبط وذا اللي نقول لك هو اللي حيتعدى وراني قاعد تقول له هو حق الله ايوه شنو؟ العمل اللي مخصلك ترى شنو؟ يتم بنا يمسح كره وانت تبالي وانا جايب واحد اللي يجدهم اللي يقعدوا يشتغلوا قصر موعدك انتم خسرتوا قصر موعدك انا ما معقول عني ما هو معقول عني جاي من دكا قابل شهادتي ورابط قد حاني وماترياي كامله وحمومي وحطبي وكل شيء من اللي جايبه وياك نرفع قيمه المطعم اللي عندكم وعدتكم نوع من الوجبات ما قطعت دير منكم راجل وانت مساع الناس كانوا جاتكم صعتون جاكم واحد من ألمان تعاونوا بصوتون هذا الأول أنا جي سبع سنوات معاكم ولا شيء ما قد تحس من وجه الناس كيف بدك تجيني زبون ما قد توفاني نصراني واحد واكل جيك وجايبه بنا بيلو ما خلاني طيب ما أقول لك لك شيء أسمع لي نقول لك احترمي قانون العمل هنا شيء عندي بس ما عدت اللي أقول لك اللي هنقول لك هو اللي له يتعدل أنا اللي هيجي واحد آخر ما يقعد يشتغل هون وأنتوا اللي داري عليك مش هم تمس بالي كارا وتمسحه وتوقف زر البلايات إذا ليت عدل مركم عدل نصيب بلاستيك ونجيب لك واحد آخر
هذا هو القانون اللي عود خالد. راني ماني معد. أفراض عليه. راني ماني معد. وصيب من المطعم. آه مش صيب من المطعم. بس أنا ماني صيب. من أي شيف لي جيبي. نعطيني شيف ديكوزيون ولا يجي. دار شوف. نعطيني شيف خريجة من دكا. السلام عليكم ذيك الجوق وياك البطش. وذوك المريض اللي تقبضهم الماسرة وخالقين. اللي قلت لك ليه تعدل مالك معدل وصيب لنا براسك شو بعد البلد. أخر قاش. ذيك الفوضى ما تاس خالق يقدر يضاحكم. هل تبحث عن شركة للشحن بين الإمارات العربية المتحدة وموريتانيا؟ ريم إكسبريس هي الحل السريع. توفر ريم إكسبريس خدمات الشحن البحري والجوي بين الدولتين، وتضمن وصول بضائعكم في الوقت المحدد وبشكل متقن. هل علينا رمضان فرح القلب حين راى شهر التوبة والإحسان يجاب فيه من دعا. هل علينا رمضان فرح القلب حين راى شهر التوبة والإحسان يجاب فيه من دعا. نرحم اللي عاني ونقرأ قراني ولا ننسى اللي بغاني واللي رباني. نعطي للي عاني ونقرا قراني ولا ننسى اللي بغاني واللي رباني. لأول مرة في موريتانيا منتجات عالمية بأياد وطنية وبألذ طعم. إنه إبداع البراق، هنا ينجز كل شيء. مصنع مجهز بأحدث التقنيات ليوفر لكم بأياد وطنية خالصة وبإشراف ومراقبة خبراء دوليين أجود الشيبسيات بنكهات متنوعة فريدة ولذيذة. شيبس نايت وسناك شيبس متوفرين في كل الأسواق وبأسعار لائقة. الممثل الوحيد سوماكو. مجموعة البراق، منتجاتنا هي الأفضل. والله إلا مرحبا وسهلا وفيوم. نعم تلا بغيتو. أنا خالد الوالد عدت. أنا بغيت يا غلام. أنا جاي في متكفى. شوف أنا كنت هذا ما نقدر على شي مصباح مولا. أنا وليدي عملك تضرب البشرة تضرب تحس الحس بعد. أنا ماني إنسان ما حلو حقني. قولي عزيز عزيزي بالي شدك ميلانجي دور بوي شبك وزني تمني. أنا قلت تمي ميلانجي لا تسمعتني بي. وأنا هذا ما نقدر حلو لك. أنا ما أقدر فاهم. قلت لي لا أطلع لك سؤال. أنا خارجي لبيتين قاعد شفتك فيها. أنا جاي لك شفتك حمس دار النعيم. والله قلت شفت تعدي بيني حل. شوف
سلمي السيرفيس جايين ليه سبالي لو تمين راجي وتنغو ساب الخرق يجي واللي بيني معك مش انا ما عندي صح شيء وخمسة ماشي انا مخلوق ولا وقايمتين هي متعاقبة سمعت وداع فيني من انا ما عندي مش شيء قطعه مني ما لي عود مبارك قطعه شوفي حاني نقول لك طلع درجتك ان شاء الله وحسن بحاسدي شوفي شد اخوي زين اذا عاد قال كان ما عنده شهاده والله ما عنده شهاده جاي من البديه هنا على الكنبه وابتل هو التبالي والتميلاجي وانا جبت مضحك الكلام هذا ولا عاد هم بدك ديك حدا يسلم البوتيك قلت له انتم كاملين بلا شهاده وبلا شيء يعني بيتكم ولا انتم تعادلوا انت تبالي وهو ميلاجي خلاص انت يا خصها قدامك شغلتها لو انهارتين بيك واحد فيما مش هتفهم توما لي مالك دقت لي سده قلت مبالي ها دقت لي سده توما ليه توما كل واحد جاني واحد منكم جايب لي حجه نقول لك مساله واحده شتي بنه هو ما كان هو ما كان ميلانجي وكان يرقص علي كان يرقص بالحال شوف كلكم يا عاد مهمتو انا عاد مولي انا نقول لك انا حرفه زينه شلون انا اشتغل اخباري بلا جيزه تبقى تزر لك الكوماند يجي على شي حي دور كوماند فهمتي مولي تعرفين مولي شيف زين اللي ودي يبالي تبالي بيت واسع فهمتي ها ما حد عاد بلا ودي بالي تعدل شغل تعبي لي بالسيرفيس قريب من جايين ايه قلت له بريسكو عدل اللي قلت لك هو اللي مبين معك وخاف تمشي لا أحد منكم يجيني يكون يوقف توفي شغلته هو خسرته بين المطعم في الحجة تجيبوا لك عبد المهم يقول لك مالك موكبة يا خدوري وضاحكم قلت بي عزيزكم قلت له انت ذلك قلت لك عدلتو عدلتو بقى قلت له صابو ديب ها قلت له أمو ايه لا يهتك سلام لا تبه ما يهتك العالم دورة شيء هانك لأن دورة تموت دورة تموت نروحوا منها مرة واحدة احنا قاع ما تخلينا قبل العود لا يدخبط هوته خير تخبط هوته انت اي ما ماتت قاع ما شهدت مولي الوته بعد الدورة تبدأ قدق وته ولا هي قاي لك انها دورة تبقى نب قدرة يا بعد رأي يا دورة وخال حالة دورة وخال التراس والسقطة عالم ولا اخبطت لك اخبطت لك كازا بلانكا ويه ماتت عالم مولانا الشكبت اللهم اغفر لها وارحمها يا شد بعد يا مولانا لاني انا سامحني بما في علم الله انت على لكن انا مولانا الشكبت مولاني سامحني مبرا نمتي منها حق عندك اخي قلت مولانا يفوت اخبارها يفوت اخبارها انت طالب السماع حق عندك ما نعرف ما الله ما نعرف مش نعدر يا احنا مسلمين ما نعرف مولي هي بالاخير انسان ما هي حيوان انسان انت تراك تمي تميراجي نيعه انت نفسك كي 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 هاي مش صاحبي تميراجي ايوا كان توقع لي لأول مرة في موريتانيا منتجات عالمية بأياد وطنية وبألذ طعم إنه إبداع البراق هنا ينجز كل شيء مصنع مجهز بأحدث تقنيات ليوفر لكم من حبات البندق الفاخر وأجود أنواع الفول السوداني بأياد وطنية خالصة وبخبرة عريقة وإبداعات راقية من خبراء دوليين أجود أنواع الشوكولا بنكهات متنوعة ولذيذة أميرة شوكو ودور شوكو متوفرتين بأحجام مختلفة في كل المحلات وبأسعار مناسبة الممثل الوحيد سوماكوم منتجات البراق منتجاتنا هي الأفضل عايش من أجل الناس دائما معهم لئلا يحتاجوني لذلك أعطيهم وقتي وجهدي كامل حياتي اللا التشارك متأكدة عن هون مكان للناس كاملة كل حد عنده شيء يساهم بيه والجميع مكونكتي
عملي، شغفي، التزاماتي. أبذل الجهود يوميا دون أن أحتسب. في كل عمل من أعمالنا نبحث دوما عن التميز، هكذا نكون قدوة للآخرين. الثقة بالنفس هي سر النجاح. كل حد قد يعدل قبل الوسائل اللازمة، وعود مستعد دائما، لأن النجاح لا ينتظر. لكل تحدياته، لكل عالمه، لكل نجمته. موف موريتال عالم.